من ظهيرتي هذا اليوم سوف تكون انطلاقة أشواط الرموز وأشواطنا الثمانية المرصودة في هذا المساء. نذكر بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 2:30 من ظهيرة هذا اليوم، فكونوا مع قناة ياس ومع المتابعة ومع أشواط الرموز في 2:30 من ظهيرة هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا متواصلة، تحدياتنا مستمرة، وشوطنا الرابع عشر ينطلق على بركة من الله وتوفيق. شوط خاص بالثنايا الابكار المهجنات، تنطلق هذه الاسماء وتندفع هذه الشعارات. اتابع اول المنطلقين، اول المندفعين، معطش على المركز الاول مبارك بن حمد بالقرين العامري يتقدم بالمركز الاول وبصدارة هذه على اسماء وعلى المركز الاول، بينما اللي على المركز الثاني اتابع نوايا محمد بن سالم بن راشد الهاشمي يتحرك بنوايا وينطلق. المركز الثالث سجه هي الحاضرة في هذه اللحظات، محمد بن هاشم بن راشد الخاطري يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع شوف القدوم والوصول، التحرك من رضوى سعيد بن منانة بن غدير الكتبي يتحرك بدوره على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والتحدي والانطلاق من العزرة وعبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري على المركز الخامس. المركز السادس شوف القدوم والتجاوز والانطلاق والحضور في هذه اللحظات من شباب محمد بن خلفان بن محمد الغفلي يتقدم وينطلق بهذا الشعار، بينما المركز السابع وأصفهان سعيد بن سهيل بالحطم العامري يتقدم وينطلق في هذه اللحظات على المركز السابع. المركز الثامن شوف القدوم شوف الوصول، وصلت في هذه اللحظات الريف محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي على المركز الثامن. والمركز التاسع هذا شعار بن حسن على المركز الرابع، هناك ينطلق في هذه اللحظات أو شعار الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري يتحرك بسارة، ولكن تقدمت ووصلت الظبي ومحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتدخل في هذه الأثناء، وكذلك الهبوب تدخلت في هذه اللحظات سيف بن سعيد بن محمد النعيمي. هذه المراكز العشر الأولى، هذا هو التحدي الأول. يا من تتابع ويا من تراقب هذا التحدي وهذا الانطلاق وهذا الاندفاع والعودة من جديد إلى المركز الأول، إلى معطشة على المركز الأول على صدارة الشوط، تتحرك منذ البداية تسيطر وبكل قوة على الانطلاق الأول، معطشة على المركز الأول. مبارك بن حمد بالقرين العامري على مقدمة هذه الأسماء، ولكن شوف سجه هي الحاضرة هي المنطلقة في هذه الأثناء. محمد بن هاشم بن راشد الخاطري يقدم لنا انطلاقة سجه على المركز الثاني، يتحرك بهذا الشعار وبهذا الانطلاق، بينما المركز الثالث بالحطم يقدم لنا أصفهان سعيد بن سهيل بالحطم العامري يتحرك بانطلاقة شعاره على المركز الثالث. المركز الرابع نوايا الهاشمي قادمة تتحرك بانطلاقها وبحضورها، محمد بن سالم بن راشد الهاشمي شعار مميز وشعار جميل يتحرك على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت وتقدمت شبابة هي القادمة، محمد بن خلفان بن محمد الغفلي يتحرك
يتحرك ويهاجم على المركز الخامس والمركز السادس بالرشيد وشعاري بالرشيد، يقدم لنا الظبي محمد بن سلطان بالرشيد السويدي، ينطلق ويندفع في هذه اللحظات على المركز السادس، المركز السابع شوف الشعار القادم وشعار محمد بن علي بن حماد الشامسي، يحرك لنا الريف يتدخل بالريف بن حلوة وشعار بن حلوة وانطلاقاته، يقدم لنا مبعد سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي، يتحرك ينضم يهاجم المراكز الأمامية قادما من المركز السابع، المركز الثامن شعار الهايري على المركز الثامن، العزرة تتقدم عبد الله بن ثعيلب بن حمد الهايري، في هذه اللحظات تنطلق تندفع على المركز الثامن، المركز التاسع شوف القدوم وشوف الوصول، وصول شعار بن حماد بانطلاقة الريف على المركز التاسع والمركز العاشر، قدوم وصول هجوم الدانة سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي، تدخل يهاجم في هذه اللحظات، هذه المراكز العشر الأولى، وهناك أتابع أسماء قادمة، بن سالمين بدأ يتحرك وغيره الكثيرون قادمون من أجل الفوز من أجل الانتصار والناموس، ولكن مقدمة الشوط بالحطم على المركز الأول، نوايا الهاشمي قادمة قادمة مع الكيلو متر الأخير والخطير والكبير بالحطم، والهاشمي أصفهان ونوايا، نوايا وأصفهان، لمن الفوز يا ترى؟ لمن الناموس يا ترى؟ مبعدة بن حلوة قادمة وانطلقت سجة وتحرك الغفلي بانطلاقة شباب شبان إيران الغفلي بتحركات الشعار، وبن سالمين قادم قادم مما بحربه، حربه ومبارك بن حمود بن سالمين المنصوري، ولكن أصفهان أصفهان ونوايا، نوايا وأصفهان، الهاشمي وبالحطم في معركة للكبار، بن سالمي قادم بن دلاوي قادم، الله يا اللحظات الأخيرة والخطيرة، بن دلاوي يتحرك بانطلاقة شعاره مع هنالك الدانة، ولكن بالحطم 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 حطم جميع الأسماء في هذا الشوط بتحرك أصفهان بانطلاقة أصفهان، أسهل يا أسهل يا بن سعيد يا بن حطم يا العامري يا مالك أصفهان، سلام عيناوي سلام، هناك مشكور يا أسعد بن حميد بن سنوت الوهيبي، من تابع لنا شعار سعيد بن سهيل بن حطم العامري مع أصفهان ثاني وناموس المركز الثاني، لحظة وصول اللي على المركز الثاني وانطلاقة اللي نوايا محمد بن سالم بن راشد الهاشمي على المركز الثاني، المركز الثالث كانت حربة مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري، والمركز الرابع لحظة وصول الدانة سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي، والمركز الخامس كانت لحظات وصول طلايع محمد بن ناصر القصيلي المنصوري هناك على المركز الخامس، هذه النتيجة، هذه الأسماء الخمس الأولى الفائزة الحاضرة هناك بناموس ختام أشواط هذا اليوم، العودة إلى شعار بالحطم سعيد بن سهيل بالحطم العامري مالكي أصفهان، من انتزع ناموس الشوط 9 دقائق 13 ثانية 3 أجزاء من الثانية، سلام أصفهان سلام على هذا الفوز هناك، والمركز الثاني، المركز الثاني كانت نوايا محمد بن سالم بن راشد الهاشمي، حلب المركز الثاني والتوقيت 9 دقائق 14 ثانية جزء واحد من الثانية، المركز الثالث وصول حربة مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري على المركز الثالث 9 دقائق 14 ثانية 6 أجزاء من الثانية، بينما مخرجنا العزيز نتابع المركز الرابع والمركز الخامس، المركز الرابع كانت لحظة وصول
اللي على المركز الرابع الدانة سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي، والمركز